يمكن احنا من دلوقتي بنتكلم في حاجة مهمة جدا، وهي ازاي نعاقب ولادنا بشكل صحي سليم من غير ما يأثر عليهم في المستقبل. لان احنا يمكن بقى عندنا وعي بقصة النفسية دلوقتي، بقى عندنا فكرة السيرابيس والدكتور النفساني بقت حاجة الى حد ما دارجة مش زي زمان. فالناس بقت يعني اوير زي ما بيقولوا بالقصص دي، وخايفة على ولادها من الحاجات اللي بقينا بنشوفها مؤخرا. نقول ده يرجع للصغر، يرجع لمشكلة في الصغر، نوع التربية، نوع العقاب، الكلام ده كله. فقول لنا بقى كده في البداية، ليه نعاقب الولاد وإمتى؟ طيب خلينا نقول نفصل بين العقاب والإيذاء. عندما بنقول على الاعتدال أو الحب المعتدل، يعني ولا قسوة شديدة ولا تدليل زايد. فكرة الاعتدال في التربية معناه أنا بعاقب ابني عشان أهذب سلوكه. في فرق بين التربية وبين الرعاية. الرعاية أنا برعي ابني، بأكله بشربه زي أي حاجة، بس فكرة التربية أنا أعلمه سلوكياته والقيم عشان يطلع شخص سوي. فابني وهو صغير لما يطلع المجتمع، لحد من ساعة الولادة لحد 8 سنين، وبالتحديد من أول سنتين لحد 8 سنين، بيكون عنده الاكتشاف. نفسه يكتشف، نفسه يكون يجرب الحاجات الجديدة، فبيكتشف حاجات فبيبدأ يجرب. فانا لو دخلت، انت لسه صغير لما تجرب وبدات نوع من انواع القمع، لو ابني كان من الشخصيات الخجوله انا بقلل ثقته بنفسه. لو كان ابني من الشخصيات الجريئه او القويه هيبدا يعند. فبيبدا في البدايه هو بيستكشف. على حسب رد فعلك انت، تون صوتك، عينك عامله ازاي، الاسلوب التعامل، هو اللي بيحدد بعد كده ابنك هيكرر نفس الغلط ولا لا. عشان في بعض الاوقات بيعملوها نوع من انواع الابتزاز العاطفي. هو عايز يضايقك عشان حس ان ده حاجه ضايقتك. عشان انت مثلا سايباه قدام التلفزيون فترات طويله وهو صغير، فجاه بتسحبي الشيء اللي انت منحتيه فبيبدا يضايقك. بيبتزك عاطفيا، لقى مثلا ان شيكولاته غلط بقول له غلط، فجاه بعد الزن اديته شيكولاته. بقى عنده اذن انا لو زنيت على ماما، ماما ممكن ترجع في كلامها في اي لحظه. طب الحل هنا ايه؟ لان اللي حضرتك بتقوله دلوقتي ده خطير جدا. فكره ان انا بزهق وبستسلم وبقوم ايه مدياله شوكولاته او عامله له اللي هو عايزه بعد ما يقعد يزن ويعيط والكلام ده كله، لما الاقي ابني خلاص بقى متمرمط عياط وعمال يرفص والحاجات الغريبه دي، انا هنا المفروض الاكشن بتاعي يكون ايه؟ طيب خلينا نقول هو ابني بيبدا يعيط وهو صغير، قبل يعني لحد قبل ما يحبو، قبل ما يمشي يعني، عشان مش عارف يتكلم، ما عندوش كميه الحصيله اللغويه ان هو يبدا يتكلم بيها، فبيبدا يعبر عن مشاعره بالعياط. انا بقى ببدا استخدمه غلط، يبدا يعيط فاشيله، يعيط فاجيب له حاجه اللي هو عايزها، فبيبدا يجي له الارتباط الشرطي ان الشيء ده او العياط ده هو اللي جاب لي الحاجه. فبيبدا يكررها، فهو معذور في ده، هو عارف ازاي ممكن يبتز ماما، الام هي السبب يعني. بالظبط.